اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. النهارده ضيف حلقه الليله من المجري هو نجم من نجوم السبعينات، كان احد ابرز ورموز الجيل الذهبي مع العبقري المدير الفني هيدي كوتي. بدا مشواره مع الكره في النادي المصري، وبعد حرب 67 سافر ولعب في الكويت وانضم لنادي التضامن الكويتي وتالق في الكويت. ثم بعد كده بعد التضامن سافر ولعب مع النجم اللبناني سنة 72. سنة 72 دي هي دي نفس السنة اللي اتفتحت له فيها ليلة القدر، وانتقل فيها انتقل إلى النادي الأهلي، وفضل من أهم نجوم النادي الأهلي حتى الاعتزال في 79. حقق نجمنا مع النادي الأهلي 4 ألقاب للدوري العام وبطولة كأس مصر، وكان ضمن فريق الأحلام في جيل هيدي كوتي. كان بيضم عمالقة برضو عشان نفكركم، زي كرامي وزي ثابت البطل وكابتن حسن حمدي وأحمد عبد الباقي ومصطفى يونس وفتحي مبروك وصفة عبد الحليم ومصطفى عبد وطاهر الشيخ ومحمود الخطيب والكابتن زيزو وجمال عبد العظيم. في نجوم، معلش أنا آسف إذا كنت نسيتها، وهو كان من كبار اللاعبين. نجمنا بعد ما بطل سنة 79 خد سكة التدريب، ما خدش الإدارة، بدأ في الناشئين بالنادي الأهلي زي ما قلت لكم، ده كان سنة 79. وبعد كده بدأ يدرب أندية درجة أولى يبقى مدير فني، انتقل إلى الخليج العربي عبر بوابة الإمارات العربية والسعودية، حقق إنجازات مع الإسماعيلي وتولى تدريب منتخب مصر، وخاض تجارب كتيرة أنا مش عاوز أحرق الكلام، والتجارب بتاعته كانت رائعة في أندية كتيرة. ودلوقتي هو في مهمة، ومهمة يعني نقول إيه صعبة جدا، اللي هي في لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي. هو طبعا نجمنا النهاردة كابتن محسن صالح، هتسمعوا منه حاجات لأول مرة هتسمعوها في برنامج المجري على شاشة قناة النادي الأهلي. كابتن محسن صالح كان الرئة التانية بتاعتي اللي أنا بتنفس بيها في الملعب، وكان محطة من المحطات المهمة جدا في حياتي كمصطفى عبده. تعالوا مع بعض نستقبل نجمنا الكابتن محسن صالح اللي ماسك رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.
مرحبا. ولا زمان. ازيك يا مصطفى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل. ازاي احوالك؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام. كل الامور ماشيه تمام؟ الحمد لله الله يبارك فيك. في موفق باذن الله. في شويه رياضه، في شويه حاجات كده ولا مفيش؟ اه طبعا لازم، انت شايف الوزن يعني الحمد لله. نزلت قد ايه من الوزن؟ حافظين على الوزن. اخبار الاسره كلها ايه؟ بخير؟ الحمد لله كله تمام. الاحفاد زي الفل وكله زي الفل. اهو مليان عليا حياتي الحمد لله. ربنا يسعدك ويخليهم لك وتفرح بيهم. الله يبارك فيك يا مصطفى. اخبارك ايه مع لجنه الكره في النادي الاهلي؟ الحمد لله ماشيين كويس. ماشيه تمام؟ اه الامور ماشيه كويس الحمد لله. قاعدين يعني بننفذ ما هو مطلوب مننا على مراحل، وصلنا لمرحله كويسه جدا. السنه اللي فاتت طبعا انا توليت في نص موسم، ما كانش فيه فرصه انك انت تعمل تغييرات كتيره او تدي افكار كتيره، لانه احنا في 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 محك في وسط موسم، ما تقدرش تعمل تغييرات كتيره سواء في القائمه او في الاجهزه الفنيه. واحنا بنتكلم يعني على الكل، مش بنتكلم على الفريق. احنا هنتكلم بقى باستفاضه على اللجنه ودورها ايه وايه اللي بتعمله والكلام ده كله. لكن احنا النهارده في حلقه الليله من المجري، انا قلت ان عندي ضيف عزيز عليا انا شخصيا، وانت كنت الرئه الثانيه بتاعتي اللي كنت بتنفذ بيها في الملعب. دي حقيقه. يمكن احنا ايه في بعض الاوقات كده كنا بنتعصب على بعض في الملعب، هنقول نطلع كل اللي جوانا للساده يعني المشاهدين. انت مستعد انك انت تسمع الحاجات دي وتسمع الناس الحاجات؟ الساده المشاهدين جاهزين ان هم يسمعوا كل حاجه. لا هنكون في منتهى الصراحه ان شاء الله.